السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد معانا. كده كوبايه من الزيت هنحولها لكيلو من السمنه البلدي. سمنه بلدي، سمنه بلدي وطعمها وريحتها تحفه ومرمله، وكمان احسن من اللي بنشتريها من بره، بتبقى غاليه. كيلو السمنه البلدي زي ما انتم عارفين سعره بقى غالي قوي. لا، احنا هنوفر من حاجات موجوده عندنا في البيت، هنقدر نعمل السمنه البلدي وهنبقى اكلنا كله بسمنه بلدي. ما تستعمليش السمنه المهدرجه عشان خطر على الصحه، لا احنا هنعمل اكلنا اهو في البيت زي الفل بالسمنه البلدي. وداخل علينا العيد وهنعمل الرقاق والفته، كل حاجه بسمنه بلدي في البيت، وهتوفر كتير جدا جدا. تعالوا نشوف الطريقه، بس قبل اي حاجه هنسمي بسم الله نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وعايزه افكرك ادعمي القناه بالاشتراك واللايك للفيديو، يا ريت ترفعوا اللايك بالفيديو علشان اللايك هو اللي بيفرق معايا ويخلينا كده رزق او سبب رزق لبعضنا. شايفين لونها وترملتها، حاجه كده تحفه وحاجه كده ببلاش. تعالوا نشوف الطريقه. معايا هنا كوبايه الزيت، واهم حاجه الزيت يكون زيت ذره، زيت عباد، اهم حاجه يكون الزيت يعني نظيف، ملوش ولا ريحه ولا لون غامق ولا كمان طعمه متغير. جبت هنا حله وضفت فيها كوبايه من الزيت، ومعايا القشطه. القشطه دي انا بكونها من ايه او بجمعها من ايه؟ بجمعها من الحليب، يعني بجيب الحليب وشفته مجمعه اطباق كده انا بعملها واشيلها في الفريزر. بغلي الحليب، بس تغلي الحليب من قبلها بيوم، قبل ما تستعمليه يعني بيوم. وتاني يوم بتلاقي عليه طبقه قشطه كده حلوه محترمه، بتشليها وتحتفظ بيها في الفريزر لحد ما تجمعي كده كميه حلوه. يعني هنا المقدار معايا بتاع القشطه يعني حوالي كيلو الا ربع كده من القشطه، بس هنا انت لو عندك قشطه اكتر هيبقى افضل. يعني هنا كوبايه زيت بتحطي عليها كيلو من القشطه، وما تجيبيش قشطه من بره، لان القشطه بتاعه بره بيكونوا ضايف لها نشا وبتبقاش يعني مش هتديكي نفس النتيجه دي. القشطه اللي بتجمعيها من اللبن هي اللي هتديكي النتيجه دي. بعد ما ضفت كميه القشطه اللي معايا كده زي ما انتم شايفين في الحله، هحطها على النار، واحطها على النار تغلي غلوه واحده على نار عاليه. بعد كده بخلي النار متوسطه او زي ما انتم شايفين، خلي النار بعد ما تغلي غلوه واحده اروح مخليها على نار متوسطه. وبصوا بقى الجمال، بقت زبده زي الفل. هتقولي طب ما احنا القشطه ممكن نطلعها من الفريزر ونضربها بالمضرب او نعملها بايدينا لحد ما تتحول لزبده. هتتعبك وهتعمل وقت كبير علشان تطلع لك الزبده، وكمان هتطلع قطعه صغيره من الزبده، لكن كده انت بتضعفي كميه الزبده، وكمان بتبقى سهله كده وبسيطه ومش محتاجه ان انت تقعدي تضربي فيها كتير وتحوليها لزبده اهو زي كده. زي ما انتم شايفين، بصوا انا كده مخليه النار متوسطه، ما تعليش النار علشان ما تفورش معاكي، وهي مش بتفور لان فيها الزيت ما بيخليهاش تفور خالص. اهو شايفين الشكل، بقت زبده ما شاء الله. احط لها بقى معلقه من الملح، علشان معلقه الملح دي اللي بتخلي او بتحافظ على السمنه تقعد معاكي وقت كبير، وكمان بتخلي المرته طعمها حلو ومحدق كده شويه زي ما بنحب المرته بتاعه السمنه البلدي. شايفين حاجات مكونات بسيطه خالص في البيت، هتطلعي احلى سمنه بلدي. بصوا ما شاء الله، بعد 10 دقائق بالظبط عملت كده، فصلت السمنه، فصلت عن القشطه، والتكتلات دي بتبقى لبن. هتفضل بقى تنزل سمنتها لحد ما التكتلات دي تنقص خالص، وهتبقى لونها كده محمر شويه او لونها زي المرته. او شايفين احلى سمنه بلدي في البيت، وهتوفر لك كتير ومش هتاخد يعني فلوس كتير، حاجه كده ببلاش زي ما قلت لكم، حاجه ببلاش. بعد 5 دقايق كمان، بصوا انا شايف سايبه لكم خطوه خطوه، يعني كده بعد ربع ساعه بالظبط على غليان على درجه حراره متوسطه، وبعد كمان 10 دقايق لحد ما وصلت للشكل ده. اول ما تلاقي التكتلات اللبن دي بقت احمرت كده، خلاص تقفلي عليها النار عشان ما تتحرقش معاكي. وكده وصلنا للسمنه البلدي بمنتهى البساطه، في تلت ساعه او 5 دقائق او نص ساعه الى 5 دقائق على النار هتوصلي للشكل ده. هسيبها بقى تبرد، وبعد كده هنعبيها في برطمان. الوصفه هنا انا شفتها الصراحه يعني، و يعني لازم انسب لها هي الفضل، هي صراحه وصفه حلوه قوي وكمان موفره، يعني الله يبارك لها، كده هتبقى سبب ارزاق لناس كتير. هي وصفه من قناه موكا موكا او اكلتها، والوصفه كانت واخداها مدام حنان جمعه ومدام سهير جاد، وانا شفتها عندهم. هم الصراحه كانوا قايلين ان هي من عند موكا. وهنا صفيتها كده زي ما انتم شايفين من المرط خالص، وعبيتها في برطمان. البرطمان ده بياخد حوالي كيلو الا ربع من السمنه،
وهنسيبها بقى لحد ما تتجمد خالص كده على الرخامة. سيبيها كده من بالليل للصبح، هتلاقيها اتجمدت معاكي، او ممكن تحطيها في التلاجة على حسب بقى استعمالك، وهي مش بيحصل لها اي حاجة بره. هنا معايا المرطة، زي ما انتم شايفين بقى المرطة مش زي المرطة بتاعت السمنة البلدي، بتبقى فيها كمية لبن طبعا اكتر، وبتكون حبيباتها يعني سميكة كده شوية. هنحولها، هحولها ازاي علشان تبقى مرطة عادية هوريكم دلوقتي. بصوا الكمية ما شاء الله من شوية قشطة موجودين عندنا في البيت، هتقدري تعملي احلى سمنة بلدي. مش قادرة اقول لكم الطعم والريحة، وكمان قوامها هتشوفوها معايا كمان شوية، قوامها تحفة ولونها ابيض وجميل. انا عايزة اقول لكم ان كمان الكاميرا ظلماها، لونها مايل للخضار، عارفين السمنة البلدي اللي بتبقى لونها مخضر شوية، هي دي تحفة. هنا حطيت المرته في الكبه، وحطيت لها حوالي معلقتين كبار كده من اللبن، وهضربها ضربتين بالكبه، هتطلع معاكي احلى مرته. تحطيها بقى على طبق من البيض، او تقلبيها بيض، او تستعمليها بقى كده تاكليها، او تحطيها في المشي، يعني احلى مرته هتاكليها. شايفين الشكل تحفه بجد، حلوه قوي وطعمها حلو قوي. وكده عملنا المرته وعملنا السمنه ببلاش، زي ما قلت لكم ببلاش، و هيبقى عندنا سمنه بلدي طول الصيف او طول السنه من حاجه بسيطه خالص في البيت. كده كده القشطه بتبقى موجوده عندنا على طول، لان احنا بنستعمل اللبن. وعايزه اقول لك عشان تطلعي كميه قشطه كبيره لازم تغليه من قبلها بيوم، وتسيبيه يبات في الثلاجه يوم كامل علشان يطلعي طبقه قشطه محترمه. وبكده برضو اللبن مش هيبقى منزوع الدسم، لا هيبقى برضو فيه دسم. وتجيبي اللبن من عند حد موثوق فيه، يعني ما يكونش لبن مغشوش. وكده بصوا عملنا الزبده، مش هنشتريها من بره مغشوشه، مش هنشتريها بثمن غالي او بسعر غالي، ومش هنعمل كمان اكلنا بسمنه مهدرجه. كده زي الفل. وشويه الزيت اللي احنا حطيناهم في الاول، ما كده كده احنا بنحط شويه زيت مع الاكل مع معلقه الزبده او معلقه السمنه، فما فرقتش يعني ان احنا نعملها في البيت بمنتهى البساطه. شايفين هي ما شاء الله عليها ان هي جابت لنا الفكره دي، يعني ربنا يبارك لها ان هي هتوفر على ناس كتير، وكمان هتبقى سبب رزق، او كلنا كده بيبقى سبب لارزاق بعض. ربنا خلقنا ان احنا نكون سبب ان احنا نرزق بعضنا يعني. فما تنسوش بقى اللايك للفيديو، وتكونوا سبب في رزق ان شاء الله، وربنا هيجعل لكم اللي يكون سبب لرزقكم. شايفين الشكل وشايفين قوامها، هي كده كمان ما كانتش اخدت حقها، ما سبتهاش ليله كامله، لا ده انا سبتها ساعتين ثلاثه علشان تتحول كده زي ما انتم شايفين. وكنت حطاها بالصراحه في الثلاجه علشان تتحول كده، هي عايزه تقعد ليله كامله علشان تبقى يعني ماسكه نفسها اكتر من كده. بس هي كده ما شاء الله حلوه قوي شايفين، وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها كمان حلو قوي. وبحاجه كنا يعني ما كنتش بتعملي بيها حاجه في البيت، او كنت بتحطيها في الثلاجه وتنشف، لا حرام، تشيليها اول باول في الفريزر، هتجمعي كميه كبيره وهتعملي منها احلى سمنه بلدي. شايفين الشكل وشايفين القوام، عايزاكم بقى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم حلوه ولا لا، وان شاء الله هتطلع معاكم احلى سمنه بلدي. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، واشوفكم باذن الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.